السلام عليكم واهلا بيكم يا شباب في سلسله الاسعافات الاوليه. حلقه النهارده يا شباب هتتكلم عن موضوع مهم جدا جدا بشكل طبي وبشكل علمي، والهدف الاساسي ان احنا نكون مدركين وفاهمين ازاي الانسان بيموت يا شباب. طبعا كل شيء في الكون بامر الله عز وجل، تمام؟ واكتر شيء عادل في الحياه ان كلنا هنموت، ولكن لازم ناخد بالاسباب، لازم ناخد بالاسباب. وكل واحد فينا ربنا جعله سبب لشيء معين وكلنا بنكمل بعض، لكن مش اي شخص مثلا يمر بازمه في القلب في التنفس ومات كده ونسيب نقول قدره كده. انا معاك ان قدره كده، ولكن خد بالاسباب، دايما لازم ناخد بالاسباب. ممكن ربنا يجعلك سبب انك تنقذ الشخص ده، تمام؟ مش هنجيب مثلا شخص واقف على كوبري ورمى نفسه في النيل او البحر وموت نفسه نقول قدره كده. ما انت ممكن تشوف الشخص ده تنزل تنقذه يا رب، لو بتعرف مثلا تجيد السباحه وبتجيد مهارات الاسعافات الاوليه ممكن تنقذه. طيب هنتعمق دلوقتي في الموضوع. لو الشخص يا شباب فقد التنفس، فقد مفيش نفس خالص، طيب ايه الحالات اللي ممكن الشخص يفقد فيها التنفس؟ وامثله كتير يا شباب بتؤدي الى فقدان التنفس، زي حالات الغرق وحالات الاختناق او الشنق، وزي الافراط في تناول الادويه زي الحبوب المهدئه وتناول المخدرات، تمام؟ وعندنا شباب الصدمات الكهربائيه الشديده والنوبات القلبيه والاصابات الشديده كذلك في الرأس وفي الصدر. فبالتالي شباب أمثلة كتير جدا بتؤدي إلى فقدان التنفس. طيب لو الإنسان فقد التنفس بشكل كامل إيه اللي ممكن يحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما الإنسان يفقد التنفس في أي حالة زي اللي أنا ذكرتها، غرق، اختناق، إصابة شديدة جدا في الرأس في الصدر، مهما كان إنسان بلح حاجة، أول حاجة يا شباب من أول ثانية لحد 4 دقايق، تمام، بيبدأ الوجه يحمر. ثانيا الإنسان بيفقد الوعي. ثالثا الدورة الدموية بتقف. رابعا القلب بيتوقف عن الخفقان، وده بيتسمى الموت الإكلينيكي أو الموت السريري، clinical death. يبقى يا شباب الموت الإكلينيكي هو المفهوم الطبي لوقف الدورة الدموية ووقف التنفس ووقف القلب عن الخفقان. الموت الإكلينيكي يا شباب ده زي ما قلت من أول ثانية لحد 4 دقايق، ده ممكن ننقص فيه الإنسان ونعمل حاجة اسمها CPR، Cardio Pulmonary Resuscitation، الإنعاش القلبي الرئوي، وده بإذن الله اللي نتعلمه الحلقة الجاية. بعدين يا شباب من 4 دقايق ل6 دقايق في احتمالية حدوث تلف للدماغ، ومن 6 دقايق ل10 دقايق على الأرجح بتكون الدماغ اتلفت، على الأرجح بتكون الدماغ اتلفت، وبعد 10 دقايق يا شباب بتكون وظائف الدماغ اتلفت بالكامل بجانب القطع الرقبية العليا للنخاع، وده بيتسمى الموت البيولوجي أو الموت الوظيفي، وده يا شباب الموت الفعلي اللي بيصدر في حقه قانونا شهادة وفاة. دي يا شباب مراحل موت الإنسان لو فقد التنفس لا قدر الله وملحقناهوش. طبعا أنا حبيت أعرفكم المراحل اللي بيمر بها الإنسان، تمام؟ مش أي حد يغمى عليه، بيكون مات بسرعة، تمام؟ ممكن نتدخل فعلا، وبإذن الله انتظروا الحلقة الجاية. الحلقة الجاية شباب لو انت متابع الفيديو دلوقتي هتنزل بالظبط 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 بعد ساعتين نتعلم الانعاش القلب الرئوي مع بعض، ودي يعتبر اهم حلقة في سلسلتنا بإذن رب العالمين. سلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.